السلام عليكم، تحية حب وسلام، مرحبا بكم. موضوعنا الأساسي هنا هو الاستمتاع بما هو جميل. سوف أحاول قراءة لوحة غيرنيكا وبيان سياقها التاريخي وتحديد الأسس الفلسفية والفنية للوحة غيرنيكا، وكذلك التعرف على أبعاد اللوحة وقراءة دوال اللوحة ومدلولاتها. إذن السياق التاريخي للوحة غيرنيكا. بيكاسو هو من رسم اللوحة، بابلو بيكاسو، سنة 1937، أنجزها كاستجابة لطلب الحكومة الجمهورية، رسمها لتعرض بالجناح الإسباني للمعرض العالمي لباريس سنة 1937. هي لوحة تكعيبية أجساد مفككة ومقسمة أشلاء، وكذلك صور كابوسية، وكأننا بصدد حلم، بصدد كابوس، دي فيغور كوشمارديسك. إذن اللوحة هي إدانة ملتزمة لتفجير غيرنيكا، مدينة غيرنيكا، للرعب وللحرب. السياق التاريخي دائما سنة 1931 هناك تفكيك الملكية وتأسيس الجمهورية الأولى. سبعة عشر وثمانية عشر يوليوز 1936، الجمهورية الثانية، تأسيس الجمهورية الثانية. سنة 1936 كان هناك الانقلاب الوطني، السوليفمون ناسيوناليست، انقلاب فرانكو عن الجمهورية الثانية اليسارية. سنة 1936 بدأت الحرب الأهلية واستمرت إلى سنة 1939. حرب الأهلية الإسبانية دامت 3 سنوات تقريبا وخلفت 600,000 قتيل. إذن لو بومباردمون دو غيرنيكا، إن أتاك، يعني تفجير غيرنيكا، مدينة غيرنيكا الإسبانية، كان عبارة عن هجمة جوية، عن قصف جوي بواسطة الطيران الألماني والطيران الإيطالي لمدينة الباسكية، مدينة الإسبانية الباسكية غيرنيكا، يوم 26 أبريل 1937. طبعا 44 طائرة من فيلق كوندور الألماني، و 13 طائرة من يعني الطيران تنتمي لسلاح الجو، الطيران يعني الإيطالي. طبعا ألمانيا وإيطاليا هنا متحالفتان مع إسبانيا فرانكو الفاشية. إذن ألمانيا وإيطاليا دعمتا انقلاب لوكوديتا، دعمتا الانقلاب الوطني الذي قام به فرانكو. انتصار فرانكو طبعا سنة 1939 بعد نهاية الحرب الأهلية، في أبريل 1939 فرانكو ينتصر ويتسلم الحكم. اللوحة صارت مرجعا للمقاومة، للمعركة ضد الرجعية، المعركة هنا لتحقيق الحرية. الفنان توني شفرازي يدين مجزرة ميلي بالفيتنام. شفرازي سنة 1974 يكتب على لوحة غيرنيكا، هذا الرسام الأمريكي يكتب Kill lies all، يعني toutes les mensonges، اقتل كل الأكاذيب. إذن شفرازي هنا الرسام يدين مجزرة ومقتل يعني الآلاف بالفيتنام، ميلي، مجزرة ميلي. إذن حياتي كلها كفنان، يقول بيكاسو، كانت حربا ضد الرجعية والموت، وهذا موقف
صريح يعبر به بابلو بيكاسو عن رعبه من الطائفة العسكرية. وهنا إدانة للديكتاتورية وللوطنيين الذين قاموا بالانقلاب على الحكومة المنتخبة. غيرنيكا، اللوحة تنتمي للتيار التكعيبي السريالي. تكعيبي هنا نشتغل بأشكال هندسية رياضية، مثلثات، دوائر، مربع إلى آخره. وسريالية لماذا؟ لأن اللوحة عبارة عن حلم، عن كابوس لاوعي. هنا لانكونسيون حاضر بقوة سيغياليزم، يعني ما فوق لا رياليتي، ما فوق الواقع. اللوحة بها بيرسوناج اوكور ديسلوكي، يعني شخصيات أجسامها مفككة ومشطورة. كذلك فيغور كوشمار ديسك، نتكلم عن كابوس مؤلم، عن فوضى، كوابيس، وكأننا بصدد حلم مرعب. وهكذا نتحدث عن سوريالية. الأسس الفلسفية والسيكولوجية للوحة غيرنيكا. الإنسان هنا ليس بذلك الإنسان الطيب السمح ذي القلب الظمآن إلى الحب، الذي يزعم الزاعمون أنه لا يدافع عن نفسه إلا إذا هو يعني هوجم. لا، هنا الإنسان هو يحارب ويغتصب ويسلب ويظلم. فرويد يتحدث عن غريزة إنسانية عدوانية، صراع إيروس وتاناتوس. إيروس الحياة، غريزة الحياة، وتاناتوس غريزة الموت. استغلال اقتصادي، إنسان يستغل الإنسان اقتصاديا. استلاب، استغلال جنسي، عدوانية، تسلط، استبداد، طغيان، اعتداءات، حروب. شاهدنا ذلك في التاريخ، فضائع المغول والتتار، الحروب الصليبية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحروب الصليبية يعني المقدسة كما رأينا في التاريخ، الإبادات العرقية، التطهير العرقي. إذن الوحش المفترس ينشب مخالبه حينما تشل القوى الأخلاقية القامعة للنزوعات العدوانية. وطبعا دور الحضارة هنا هو ترويض لدوميستيكاسيون، ترويض الوحش. تقليص العنف، إذن النزعة الإنسانية، إذن علاقات المحبة، إذن هذا هو دور الثقافة ودور التربية والأخلاق. ولكن المشكلة أن الواقع يشهد أن الحضارة عاجزة عن تلافي الشطط الفض لهذه القوة الغاشمة كما يقول فرويد. هذه الآمال التي علقناها على الحضارة ما هي إلا أوهام، وقد آن الأوان لكي ننفض يدنا منها. هذه أطروحة، أطروحة فرويد. أطروحة النقيض ماذا تقول؟ أطروحة جون جاك روسو. جون جاك روسو ينطلق من أساس آخر مناقض لأساس فرويد، يعتبر أن الإنسان هو طيب بالطبيعة. لوم اي بون باغ ناتور، لوم ني بون، يولد طيبا، ولكن المجتمع هو الذي أفسد. سي لا سوسيتي كي لو كورون. إذا الإنسان في حالة الطبيعة هو مكتف بذاته، يحرط، يأكل، هو قوي، هو خشن. إذا هذا هو الإنسان، هو طيب. ومن الصعب الإدعاء أن الإنسان شرير يعيش في يعني حالة همجية وعدوانية. ومشكلة وأنه لم نجد إنسانا يعيش في حالة طبيعية صرفة، في انفصال تام عن تأثير المجتمع والحضارة والثقافة.
اللوحة قصيدة شعرية للمعاناة ونص فلسفي للسلام. احتفظ باللوحة سنة 1939 بعد انتصار فرانكو والانقلاب الذي قام به على الحكومة الجمهورية. احتفظ بها بنيويورك بأمريكا طبعا من سنة 1939 إلى سنة 1981. نقلت اللوحة إلى إسبانيا بعد يعني زوال الديكتاتورية الفرنكوية يعني عندما مضت يعني استقدمت اللوحة إلى إسبانيا. وطبعا احتفظ بها بواسطة الفيرني يعني وضع عليها الفيرني طلاء لكي تظل صامدة في وجه الزمن. الآن هنا سوف أقوم بقراءة للوحة وتحديد أبعاد اللوحة وقراءة العناصر اللوحة وتأويل هذه العناصر المشكلة للوحة. العناصر: هناك مصباح وهالة أعلى اللوحة، مصباح وهالة أعلى اللوحة، أسفلها هناك حصان، وعلى الطرف يعني الآخر هناك ثور، إذن ثور باليسار يساري هناك ثور، بين الحصان والثور يمامة لا تظهر بشكل بارز. كذلك هناك في أقصى اليسار امرأة مقلوبة الرأس والعينين، وبأقصى اليمين امرأة أخرى تتضرع للسماء في أقصى اليمين. بأسفل اللوحة هناك يعني محارب مستلقٍ على الأرض، سيفه مكسر وكل جسمه يعني مفكك و يعني أشلاء. تخرج من يده وردة شبحية فوق يديه، وهذه الوردة لا تضحك. الشمعة في الأعلى، الشمعة تحملها في الأعلى أمام يعني الحصان، هناك شمعة يحملها شخص معين. هذه هي أهم عناصر اللوحة. والآن سوف أقوم بتحليل وتأويل لأبعاد هذه العناصر. المصباح والهالة: المصباح هنا لا يرمز إلى النور وإلى المعرفة، وإنما يرمز إلى الشعلات التي تشرق في السماء أثناء الانفجار، لأن هناك مثلث لهيب، هناك هالة ألو. إذا المصباح أعلى الحصان مباشرة تحيط به هالة مضيئة، يعني هناك قنابل، مثلثات تشير دائما إلى مثلث اللهيب، إلى النيران، إلى القنابل التي قذفت على مدينة غيرنيكا بإسبانيا سنة كما قلنا 1937 من طرف سلاح الجو الألماني والإيطالي. إذا الحصان، أسفل الحصان مباشرة القنبلات، فهي يعني ترمى وتقذف على الحصان الذي يمثل الشعب. الحصان هو بغل الدولة، الحصان هو الشعب، هو القوة العاملة. الحصان يرمز إلى النظام الجمهوري. الحصان أحشاؤه ممزقة يخترقه سهم. إذن هذا الحصان أحشاؤه مقطوعة ممزقة يخترقها سهم. جانب المقابل هناك الثور، العناد، يرمز إلى العناد وإلى الفحولة وإلى الاستبداد والوحشية وإلى الشراسة وإلى القوة والعنف. الثور يحيل إلى ويمثل النظام الديكتاتوري لناسيوناليست الوطنيون. بأقصى اليسار هناك امرأة مقلوبة الرأس والعينين تحمل صبيا ميتا تحت الثور. هناك
امرأة تحمل صبيا ميتا، وفي هذا إشارة إلى فظاعة الحرب وآثار البشعة للحرب على الأجيال اللاحقة. الشمعة ترمز إلى الأمل، شمعة الأمل. الجندي بالأسفل يحارب بسيف، يحارب بسيف والسيف مكسور. ماذا يحارب؟ يحارب القنابل، يحارب الطائرات. إذن موازين القوى هنا غير متكافئة، لكن تصدر من يديه، تخرج تنبعث وردة، وردة شبحية تندفع من بين يديه. الوردة ترمز للأمل، مع ذلك ومع هذه الهزيمة يعني مع هذه الفظاعة والبشاعة، المقاومة البطولية حاضرة بقوة، رغم أنها عاجزة أمام الرعب وأمام قوة الخصوم. المفارقة طبعا هو يحارب بسيفه، يحارب قوى غاشمة، يحارب قنابل ويحارب طيران. إذن كما قلت، سيف يتقابل مع طائرة، موازين قوى غير متكافئة. بأقصى اليمين هناك امرأة تتضرع، تحمل يدها إلى السماء، تتضرع إلى الله، المرأة المسكينة. Invocation, implorer Dieu, interrogation d'un geste impuissant. إذن interrogeons le ciel, تسأل السماء وتتضرع إلى السماء، إلى الله، انطلاقا من حركة عاجزة وهي منكمشة. إذن نوتيبيان، احتفظ باللوحة منذ 1939 إلى 1981، وعادت إلى إسبانيا كما قلت سابقا. لوحة غيرنيكا، هنا الاستيتيكا تصبح سياسة، الاستيتيك دوفيان بوليتيك. لماذا؟ بيكاسو هنا منتعض ومساء من الطبقة العسكرية. ان سنتيمون دو دانيموزيتي، لو غوسونتيمون، يعني هناك امتعاض واستياء. اذا هذا هو الاساس، هناك موقف سياسي، هناك التزام سياسي بارز داخل هذه اللوحة. الأسئلة الفلسفية المؤطرة للوحة، للوحة غيرنيكا. هناك سؤال الحالة النفسية للفنان كما قلت، سؤال سياق تاريخي، لماذا الحرب وما طبيعة السلطة السياسية وكيف تمارس الدولة سلطتها على الشعب، هل بطريقة ديمقراطية أم بطريقة تسلطية؟ يعني ما أبعاد الصراع بين النظام الديكتاتوري العسكري والنظام الجمهوري؟ اللوحة كما قلت قصيدة تشكيلية للمعاناة ونص فلسفي للسلام. يظل السؤال الجوهري هنا هو لماذا الحرب، لماذا الشر في هذا العالم، ولماذا الظلم إذا كان الله طيبا وعادلا؟ ما هو السياق الذي أفرز هذه اللوحة؟ طبعا أفرز الحرب الأهلية ظروف، أفرزتها ظروف أزمة 1929، هذه هي الظروف، أزمة الاقتصادية سنة 1929 التي أفرزت الحرب الأهلية بإسبانيا، وكذلك صعود النازية والفاشية خلال الثلاثينيات من القرن العشرين. يعني هذه هي الظروف التي شارطت الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936. الاستيتيك دوفيان بوليتيك. إذن انتصر فرانكو، هناك تدخل أجنبي في شؤون الوطن. وهنا السؤال، لماذا التدخل الأجنبي، لانجيرونس، لماذا التدخل الأجنبي في شؤون الوطن؟ لأننا هنا نضرب مبدأ السيادة على يعني الحائط، هنا مفهوم السيادة علامة استفهام وتعجب. ولماذا وافق بيكاسو أن تستخدم غيرنيكا لأهداف دعائية لمصلحة قضية الجمهورية؟ هذا سؤال. وما هو رهان الحرب الأهلية؟ ولماذا وقف
بيكاسو في صف الأحزاب اليسارية، ونحن نعلم أن اليسار نتحدث عن شركات تعاونية وعن ملكية عامة، واليسار كان مناهضا للرأسمالية. نوتي بيان، وما علاقة هنا السياسي بالجمالي؟ أن كان هناك صراع بين الجمهوريين طبعا والوطنيين على السلطة، صراع مسلح بين القوى السياسية.